السلام للجميع، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وفي صحة جيدة. اليوم حبيت نشارك معكم وصفة. هذه الوصفة هي تاع اون كريم ايدغاتونت بور لا بوسيش، او كريمة مرطبة للوجه للبشرة الجافة. هذه لا كريم بزاف بزاف رائعة وبزاف هايلة، مقاديرها بسيطة، والاهم من هذا انه تتحضر في دقيقتين. نروحوا للمكونات. بسم الله. اول حاجه عندي زوج مغارف كبار تاع جل الالوي فيغا او جل الصبار، كبسولتين صغيرتين من فيتامين او، مغرفه كبيره تاع زيت اللوز الحلو، عندي علبه فارغه راح نحط فيها لاكريم، وريسيبيون راح نخلط فيه هنا ملعقه كبيره للقياس، وتاني باتور هنا لازم كامل الادوات اللي نخدمو بهم لازم نعقمهم بكحول 70 درجة. كاول حاجه كما راكم تشوفوا راح ندير الالوي فيغا، راح ندير ملعقتين من الالوي فيغا. كما تعرفوا ان فوائدها بزاف بزاف كثيره على البشره، هي تعمل كمرطب، وتاني تحارب الشيخوخه، وتاني تصفي البشره، تنحي لها كامل البقع، وغنيه غنيه بالفيتامينات والمعادن. بعدها راح نضيف مغرفه كبيره تاع زيت اللوز، اللي ما عندوش زيت اللوز الحلو يقدر يعوضها بزيت ارغان او ويل دارغون الغنية عن التعريف، وكما تعرفوا ان زيت اللوز بزاف بزاف رائعة على البشرة، تعمل كمبيض طبيعي، وثاني تزيل كامل التصبغات وتجدد البشرة، وهي تعمل كعلاج للبشرة الحساسة. بعدها راح نضيفه كبسولتين صغيرتين من فيتامين او. فيتامين او تاني رائع على البشره، هو انتي اج او مقاوم للتجاعيد، ويحمي البشره ويصفيها تاني ويرطبها. هذو المكونات كامل باش يرطبوا البشره. اللي ما عندوش قلت لكم كبسولتين يستعمل مغرفه صغيره للقياس، مغرفه تاع قهوه صغيره ماشي الكبيره، ديروا نص مغرفه. هذا مكان. هنا راح نجيب الباتور ونبدا نخلط. كما راكم تشوفوا في ثواني تبدل اللون تاعها تمتم. نخلط مليح الى ان نحصل على كريمة مدة من بازوج دقائق. كما راكم تشوفوا هذا هو القوام تاع الكريمة، كريمة رائعة. نديرها في علبة ونحتفظ بها. إذا كانت مقادير كيما تاعي هذه تقدري تحتفظي بها بلا ثلاجة، إذا درتو كمية كبيرة احتفظي بها في الثلاجة مدة شهر لا أكثر، ماشي أكثر من شهر. هكا كيما أنا تشد لي مام با اون سومان، شاك سومان نخدم كما راكم تشوفوا هذه الكمية. هذه الكريمة كما راكم تشوفوا، شوفوا لا تيكستور تاعها رائعة رائعة بزاف بزاف ومرطبة. نجربوها بهذه الطريقة، والله ما راح تستغنوا عليها، ومش راح تشرو مرطبات غالية. هكا واحد دي فوا كيما يكونش عنده ولا يحب يبدل لي كريم، ولا يقدر يخدم دي كريم ميزون كيما راكم تشوفوا روعه. في الاخير نقول لكم حبيباتي، ان شاء الله تكون عجبتكم وصفه اليوم ونالت رضاكم. نقول لكم في الاخير ما تنسونيش بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلكم جديدي، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. سلام حبيباتي.